جيت اليوم مشارك في حملة تبرع الدم، لأنها حملة وطنية، والهدف منها هو إسعاف مواطني في الدنيا وفي الآخرة. هذه الحملة الحمد لله نابعة من قناعة إن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ونابعة من 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 ملاحظة ملاحظينها نحن في عملنا اليومي، إن عملياتنا وبعض مرضانا للأسف علاجهم يتعثر أثناء شهر رمضان الكريم نظرا لندرة الدم. ولذلك اقترحنا منذ سنوات على إدارة المركز الوطني ولبت جزاء الله خيرا النداء، واكبتنا في الموضوع اللي هو التبرع بالدم، حملة التبرع بالدم. والحمد لله الإقبال كما تشاهدون من جميع فئات عمال المركز، من عمال نظافة إلى ممرضين مساعدين وإلى أطباء وجراحين موجودين. ندعي جميع المواطنين عنهم يتمسكوا بثقافة التبرع بالدم ويعرفوا عنها، ضرورية روسهم قاعهم وانفاسهم، وضرورية مولي لإنقاذ النفس البشرية. الدم ما هو شيء ينشر ولا شيء نعطى، ما ينشر باطل بالفضل، وهذه أنجع طريقة نقدواش نحصل بها على الدم، ونحس جميع المواطنين عنهم يعدلون.